مونتي بالإضافة الفرنسي لوريونتي، كرة وانطلاقة من جانب دي لورينزو، عرضية عالية للأمام أوسيمين، خطيرة 1-0. يا لها من بداية مبكرة جدا عن طريق أوسيمين. فيكتور يسجل هدف أول مبكر لنابولي لنابولي لنابولي. نعم نابولي يسجل، البارتينوبي يحتفلون مبكرا يا سباليتي. يا لها من بداية قوية جدا بالنسبة لنابولي، يا له من قطار لا يتوقف بالنسبة لنابولي. أوسيمين يصل إلى 5 أهدافه، يضرب مبكرا، يصل بالتأكيد يقدم موسم كبير جدا. محاولة كفارة 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 في أول حضور في أول ظهور، كفارة خطيرة والثاني أوسيمين. الله على نابولي، الله على نابولي وعلى متعة نابولي. نعم يسجل البارتينوبي هدفا ثانيا بصناعة من كفارة. كفارة إلا لم يسجل بالتأكيد سيصنع يا أوسيمين، يصل إلى الصناعة 4 هذا الموسم، وأوسيمين يصل إلى 6 أهدافه، المتصدر المتصدر، يريد أيضا الصدارة ويريد صدارة الهدفين. يصل إلى هدف 6 أوسيمين هذا الموسم في بطولة الدوري الإيطالي، سجل في مرماهم. في الكثيرة هي المباراة التي قدمها بشكل ممتاز. كفارة كفارة كفارة، الله على الاستلام يا كفارة، هدف ستشاهد أكثر من مرة وتحب كثيرا وتحتفظ به وتتحدث عنه وسيبقى في الذاكرة يا كفارة دونا. ونستعيد معه الذكريات، معه الذكريات. بارتينوبي البارتينوبي يسجل هدف ثاني. نعم يتحدى أوسيمين ويصل إلى هدف 6، صنع في مباراة الليلة ويسجل 3 أهداف نابولي هذا المساء. استلعب المباراة، مباراة بدأت بصوت بافاروتي وتنتهي ربما بهدف أوسيمين. فعلها فعلها وسجل الهاتريك أوسيمين، أول هاتريك في مسيرته بقميص نابولي والثاني هاتريك هذا الموسم. يسجل أوسيمين هاتريك في مرمى ساسولو، كرة مرت إلى الشباك وسجل أوسيمين هاتريك بعد هاتريك كومباينرز لاعبي أتلانتا في تورينو في بداية سبتمبر. هنا يسجل في نهاية أكتوبر، يصل لها 7 أهداف ويتساوى مع أرناوتوفيتش. هدف رابع لنابولي، لا تخطئ.